واحد وز. اللي بيشوف هالمشاهد بيتوقع بمقابلة مظاهرات احتجاجات ومحاولة لإسقاط النظام اللي خلى اللبناني يصير مذلول، إنما الواقع فغير هيك. فما يقال على سبيل المزح إنه اللبناني مصدوم كيف اللبناني ما عم بيثور بيعبر عن واقع خطير. نحن اليوم بالسنة 2021 صار في هيدي المنتاليتي اللي لها فترة إنه ما فينا نعمل شيء وما فينا نغير شيء. زيد عليها نحن اليوم جرب اللبناني بال 2019 إنه يعمل هيدي الثورة وعن جد ما وصلت لنتيجة. الشعب اللي عم يظهر هلأ بالويك أندات هن فئتين، فئة مرتاحة ومع مصاري عم تظهر، بس فئة على قدها وبتقلك بدي روح فش خلقي، وهي هي الكلمة بيستعملوها إذا بدك من محل الدفولما، إنه فش خلقي لو بدي أقعد بعدين كل الوقت ما معي ليرة، ويمكن أوقات عم يوصلوا إنه يتدينوا. ولو على حساب كرامتنا وعدقوا بالمسؤول، فكلن يعني كلن ما عدا زعيمة. شايفين الوضع وهن بعضهم ماشيين ورا هالأشخاص، إن كان من ميل لأنه بيعتبرون لا ولا ممكن يغلطوا وبعضهم عايشين بهيدي الذهنية إذا بدي، ومن تاني واحدة لا هن ما خصهم هودي غيرهم يلي عم بيغلطوا بيكبوا، وبصير تسمعيهم إنه عم بيكبوا على غير الأشياء اللي هن عم يعملوها. إحنا بعدنا عايشين بفترة الزعامات ونلحق الزعيم نلحق الشخص اللي مزبوطة، ومن خلال إذا بدك الدراسات بتبين بعد عنا هيدي الذهنية عند بعض الأشخاص يلي عم بيكونوا عم بيأثروا إنه إحنا اليوم ما نقدر نتطور ونطالب بطريقة صحيحة، ومن هون بتجي كلمة خرجنا. إنما جدية هالمشكلة أقدم وأعمق وأكبر مما منتوقع. نحن اليوم اللبناني معود إنه عطول في مصايب، أهلنا اللي ربونا كانوا عايشين الحرب، أهلهم كانوا عايشين شي تاني، سو عم ننقل هيدي التراكمات، وأكيد عم ننقل معها هيدي الذهنية اللي ما بتعرف تتخطى المشاكل، يلي بتدبر حالها، يلي بتتأقلم لو بالغلط إكسترا. اليوم اللي قطع فيه لبنان على القليلة كل إنسان بده ترابيست حد وما عم بالغ. يصنف اللبنانيين من أكثر 10 شعوب حزينة بالعالم، فعدو التغيير هو اليأس اللي زرعته السلطة الحاكمة عند كل مواطن، وبيبقى الأمل بتغيير هالمعادلة بصناديق الاقتراع.